أرضية ميدان الأبيض وهذا الكرنفال الكبير العرس التراثي الذي يقام سنويا على أرضية ميدان منجم السبق. فهناك وصلنا إلى شوط العاشر لفئة الإبكار الفطامين من مسافة 1500 متر من ضمن فعاليات مهرجان الأبيض في يومه التوالي. والشوط التاسع عشر من ضمن أشواط هذا الصباح، الشوط القبل الأخير، باسمه نبدأ وعليه نتوكل ونطلب السلامة والتوفيق إلى جميع المشاركين. أعلنت الانطلاقة، أعلنت التحديات، هناك شواهين لسامي بالحمدي بسالم الدرعي على الصدارة على المقدمة، ولكن هناك الوصول بويضة لعلي بن عبد الله بن علي الوهيبي في المركز الثاني، المركز الثالث الشاهينية وحمدان بن حميد درشيدي، والمركز الثالث، المركز الرابع هناك التواجد من الميمنة من تحمل الرقم 21 وهي متواجدة هناك الأخيرة لسعيد بن سالم العويسي، والمركز الخامس التواجد من تحمل رقم 3 فخر لصادق بن طويلان المهري من طويان المهري، والعودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة مع الشاهينية وحمدان بن حميد الراشدي مع الصدارة مع المقدمة مع السيارة، هناك سيارة فاخرة في هذا الشوط. ولكن المركز الثاني شواهين لسامي بالحمدي بسالم الدرعي، والمركز الثالث التواجد هناك من فاخرة لسعيد بن سالم العويسي، المركز الثالث والمركز الرابع أتأكد من الرقم من تحمل رقم 3 فخر لصادق بن طويلان بن ويانا المهري، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة مع المقدمة، العودة مع الصدارة. يا سلام، هناك شواء الشاهينية حمدان بن حميد الراشدي على المركز الأول مع الصدارة الأولى، ولكن الجماعة قادمين. هناك واصل شواهين لسامي بالحمدي بسالم الدرعي وواصل إلى المركز الثالث ورافع راية التهديد. الله الله الله، المهري، المهري قادم، وهناك الدخول أول إذاعة لتوزيع سعيد بن علي بن حميد الوهيبي، وصل مالكي توزيع، ووصلت هناك الذي تحمل رقم 18 عزايم غدير بن حميد الوهيبي، ولكن العودة إلى الصدارة، هناك التحدي، هناك القوة، هناك شواهين، وهناك الشاهية، وهناك فخر 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 حيرة 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 هي الذي استطاعت التهانين والناموس لسعيد بن سالم العويسي، ولكن هناك حيرة هي الذي على المركز الأول. المركز الثاني توزيع لسعيد بن علي بن حميدي الوهيبي، والمركز الثالث تهانينا وناموس إلى مالك حيرة سعيد بن سالم العويسي من استطاعة الانتزاع السيارة وناموس هذا الشوط. والمركز الثاني كانت توزيع لسعيد بن علي بن حميدي الوهيبي. التوقيت الزمني